جدل كبير في المقابل بتشهده الأوساط الإعلامية بسبب ما تردد عن خطة تطوير وإعادة هيكلة ماسبيرو. كل مؤشرات وملامح خطة التطوير اللي تناولتها الوسائل الصحفية والتسريبات بتشير إلى أن هذه الخطط بتخلو من تطوير المحتوى، تعتمد على استحداث كيانات أخرى جديدة تكون بديلة عن القطاعات الموجودة حاليا، دمج العاملين في بعض القطاعات زي ما حصل في شركة القاهرة الكبرى، شركة القاهرة اللي اتعمل فيها مؤخرا، ودي حاجات بيعتبرها أبناء ماسبيرو خطة بديلة لتسريح العمالة. خطة بتقول فتح باب الخروج المبكر للمعاش، وده بيرفضه أبناء ماسبيرو. خطة بتركز على نظام الأرباح وتحويل القطاعات إلى قطاعات منتجة، وتحويل الإعلام الوطني من نظام خدمي إلى استثماري مربح. دي مسألة حقيقة أنا مش قادر أفهمها. تقليص عدد الوحدات الإدارية والتي تبلغ حوالي 1588 وحدة إدارية، بينما لن يزيد عددها في الخطة الجديدة للتطوير على 269 وحدة، ستضم فيما بينها 5 قطاعات فقط و28 إدارة مركزية و96 إدارة عامة و140 إدارة. وتعتمد هذه التقسيم الجديدة على الدمج، وهو النظام الذي نفاه كل من انضم إلى لجنة الهيكلة والتطوير. سيتم القضاء نهائيا على قطاعات بأكملها كما يتردد، وهي من القطاعات الحيوية، وستنتقل إلى كيانات أخرى سيتم تأسيسها خلال الفترة القليلة القادمة عقب البدء الحقيقي في التطبيق الفعلي. خطة بتعتمد أيضا على نظام تفتيت قطاعات ماسبيرو إلى شركات استثمارية، يكون تأسيسها بناء على خطة ربحية ترفع الخسائر عن كاهل قطاعات الإعلام في ماسبيرو. وتبدأ هذه الخطة بقطاع الإنتاج الذي يتردد أنه سيتم إلغاؤه نهائيا واستبداله بشركة وليدة للإنتاج الدرامي. سيتم استبدال قطاع الإذاعة بشركة للخدمات الإذاعية تكون مهمتها تسويق وبيع الخدمات الهندسية الإذاعية، بالإضافة إلى تأجير سيارات البث الإذاعي الخارجي. الإبقاء على قطاع الهندسة الإذاعية المختص بتقديم خدماته المجانية إلى مؤسسات الدولة المصرية، فيما يتم تقديم كل خدماته الإذاعية إلى باقي الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية المختلفة نظير مقابل مادي. يعني هو بقى فقط بيشتغل مع الرئاسة ومع مجلس الوزراء، ولكن باقي الهيئات تدفع فلوس. قطاع القنوات المتخصصة نيل سبورت، نايل سينما، نايل دراما سيتم ضمها في شركة جديدة، أيضا من المرجح أن تحمل اسم شركة تلفزيون النيل، كما سيتم تحديث قنوات النيل للأخبار وقطاع الأخبار بشكل كامل، يبقوا يندمجوا تقريبا، وشبكة راديو مصر بشركة أخرى جديدة من المقرر أن تكون تحت اسم شركة مصر الإخبارية. أما فيما يخص قطاع القنوات الإقليمية الذي يضم 6 قنوات تبدأ بالثالثة وتنتهي بالثامنة، سيكون التطوير فيه مختلفا، وهو ما يغضب أبناء هذا القطاع، حيث تردد أن الخطة ستقوم بضم القناة الثالثة الخاصة بتغطية محافظات القاهرة الكبرى إلى قنوات التلفزيون المركزي الذي سيتم تغيير مسماه إلى القطاع المرئي، بالإضافة إلى أنه سيتم تقسيم باقي القنوات وهي الرابعة والخامسة والستة والسبعة والثامنة إلى جزئين في الإدارة الإشرافي والإداري، وهو ما سيتبع في إحدى الإدارات الجديدة في ماسبيرو، بينما تتقطع نهائيا العلاقة المالية بين هذه القنوات وماسبيرو على أن تؤول تبعية هذه القنوات إلى المحافظات التي تقع في النطاق الجغرافي لها، يعني تبقى تبع المحافظات. قطاع التلفزيون سيتم الإبقاء عليه مع إجراء تعديلات طفيفة في مسماه، وأن يصبح القطاع المرئي، ومن المقرر أن يضم القناة الأولى والثانية والثالثة والفضائية، وإن كانت هناك اعتراضات على المسمى لكنه لم يتم الاتفاق عليه بشكل كامل. الاستغناء عن مجلة الإذاعة والتلفزيون وتحويلها إلى موقع إلكتروني. دي الخطة أو التطوير اللي وصلنا. إذا كان هذا الكلام صحيحا فنحن أمام خطر حقيقي. اللي بيتعامل مع أن التلفزيون ومع أن الإذاعة والتلفزيون ده شغل استثماري ما هو الشغل خدمي، بسمحوا لي بقى، بيضرب الأمن القومي في الصميم، وأنا بقولها بكل صراحة وبوضوح. هذا جهاز لا يجب المساس به وتحويله إلى استثماري. إحنا مش عرض وطلب، إحنا مش التلفزيون المصري ده والإذاعة المصرية مش سلعة تباع وتشترى، لا، ده الدولة تهتم به وتديله فلوس وتقومه على حيله وتطوره بما يحقق نتيجة لصالح الدولة أولا، إنما هتعمل معاه بهذا الشكل صعب جدا. هذه قضية أمن قومي، رسالة أنا برفعها لكل مسؤول في هذا البلد حريص على أمن هذا البلد. إياكم والعبث بماسبيرو، إياكم والعبث بالتلفزيون المصري، إياكم وبهدلة زملائنا في الإذاعة، مجلة إذاعة التلفزيون. 250 صحفي هتودوهم فين؟ هيروحوا فين لما المجلة هتتلغي